بارك الله فيك يا شيخ. ناخذ اتصال الاخت ام محمد، تفضل يا اختي ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا حضرة الشيخ يعني عندي سؤال، الله يخليك. تفضلي. اقول لك عندنا يعني جيراننا، نحن ساكنين في الدور الثالث وعندنا جيراننا في السطح سوريين، بس على طول النهار يطقروا علينا والبزورة يجروا علينا نص الليل، فأنا أقعد يعني على السبحة أقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، هل علي ذنب؟ وأحيانا يعني أدعي عليهم كده من عصبيتي. بارك الله فيك يا أم، واضح السؤال، شكرا لك. قبل الدعاء عليهم لو ناصحتيهم وبينت لهم ما يحصل من أولادهم من الضرر لعلهم يكفونهم عنكم، فإن لم يكفي ذلك واستمروا على هذا فهناك سلطة تمنع المعتدي، وعليكم بالنصيحة أولا والإحسان إلى الجار مهما أمكن ذلك، فإذا تمادى في أذيته لجاره فهناك سلطة يرجع إليها في هذا الأمر.